تحياتي لكل مشاهدي برنامج الطبيب. النهاردة فقرتنا مهمة جدا لأن احنا هنتكلم فيها عن تصحيح الإبصار. كلنا طبعا بنهتم بجسمنا وبشرتنا، ولو تعبنا وروحنا وجينا بس ممكن نتأخر شوية، ولكن أنا بنصح أي حد في العالم عينيك فيها حاجة ما تتأخرش لحظة، لأن هي دي اللي بنشوف بيها كل حاجة، هي دي اللي انتوا بتشوفونا بيها حتى دلوقتي. فعايزين نتكلم بقى في نقطة مهمة قوي، وهي تصحيح الإبصار. هل تصحيح الإبصار بقى زي الأول والناس بتخاف منه، عمليات وفصل شبكية وقصة دي، ولا بقى في فنتوليزر، بقى في بصمة، بقى في حاجة اسمها تفصيل؟ يعني أنا بفصل ايه اللي ينفع لعينك، او ايه المقاس بتاع عينك؟ انا متهيألي مفيش احسن من كده، خصوصا ان انا بقوم بعد كام يوم انا بباشر حياتي عادي، مفيش اي مشاكل، مفيش بنج كامل، يعني الموضوع سهل وبسيط، اكنني بالظبط راح اكشف كشف عادي ومروح. طيب لما انا حبيت اتكلم بقى في ايه الجديد في تصحيح الابصار، حبيت اتكلم مع ضيف فقرتنا. هو يعني عايز اقول له اولا ان هو يعني بجد لينا شرف ان احنا هو موجود معانا. هو بس من 10 ايام كان في مؤتمر في برشلونه لتصحيح الابصار، لما يبقى في طبيب مصري ودايما بيواكب العصر ودايما بيجيب لنا الجديد وعامل الافات من العمليات، فانا لازم نكون فخورين بيه ولازم نرحب بيه النهارده ونعرف منه ايه الجديد في تصحيح الابصار. بس خليني الاول اقول له اهلا بدكتور محمد حنتيره، استاذ مساعد في قسم العيون جامعه ام القرى مكه المكرمه المملكه العربيه السعوديه. اهلا بيك يا دكتور، منورنا. واهلا بمشاهدينك، انا سعيد ان انا اكون ضيفك النهارده. ده انا اللي سعيده جدا. وبجد يا دكتور اولا خليني اقول لك الحمد لله على السلامه. الله يسلم. مش اي حد طبعا بيروح مؤتمرات المهمه الكبيره دي. انا عارفه انت كنت في مؤتمر برشلونه بالظبط من 10 ايام. بالظبط. ايه اللي تناقش فيه يا دكتور عشان نفيد الناس بيه؟ احنا دلوقتي الدنيا بتتغير خالص في عمليات تصحيح الابصار، لانها بتعتمد بشكل كبير جدا على الكمبيوتر. يعني زمان يا مهري لما كان الواحد بيعمل عمليات تصحيح الابصار كان الهدف الاساسي بتاعنا نصلح ضعف النظر، هشيل النظاره. حلو. لكن كل واحد مننا بيختلف عن التاني، فكان سهل جدا ان انت تلاقي بعد العمليه فلان عمل عمليه الليزك مبسوط قوي قوي قوي. اه صح. والتاني لا، بس بالليل يا دكتور والله في هالات حوالين الانوار. ما كانش عندنا تفسير لده. ليه ده بيبقى مبسوط وليه التاني؟ مع ان ده 6 على 6 وده بقى 6 على 6 برضه. لان كان في حاجه احنا ما نعرفهاش قبل كده اسمها الشوائب البصريه. ما كناش شخصناها اصلا. الشوائب البصريه هي دي دكتور لما يكون بيحاسب حاجه في عينه يقول انا حاسب رمله في عيني؟ لا، دي شوائب بصريه لها دعوه بالضوء. عدم نقاء في قرنيه او عدسه العين. تطورت الاجهزه بشكل كبير جدا لتشخص النوع والدرجه بتاعتها، فبقينا بنصلح قصر النظر والاستجماتيزم اللي بنسميه اللي هو الانحراف. وكمان الشوائب البصريه، فبقى محمد زي ماري زي عادل زي مدحت كلهم بقوا 6 على 6. بل بالعكس، تخيلي بقى ان بعد عمليه الفنتوليزك التفصيلي بقى سهل جدا ان احنا نقيس النظر وننزل تحت 6 على 6 وبقى 6 على 5. معقولة؟ 20% من الناس، يعني سوبر فيجن مش طبيعي، لا صناعي. بقينا احنا من ده ليه؟ لان احنا صلحنا كل عيوب الابصار اللي هي موجوده بعمليه بسيطه وسهله قوي. تاخد 10 دقايق، مفيش فيها مشرط بيقطع القرنيه، من A to Z كلها بالليزر. ليزر بس، انا بدخل بعمل يعني عمليه تصحيح ابصار بليزر. بالظبط. تاخد على الساعه 10 ل 15 دقيقه بالكثير. 15 دقيقه مفيش فيها الم، وده اكتر حاجه الناس بتقلق منه قوي. هل هيبقى فيها الم؟ لا خالص. لا اثناء العمليه ولا بعد العمليه، ويتحرك بعدها طبيعي. طب ايه الفيديو اللي معانا على الشاشه ده؟ زي ما انت شايفه كده، شايفه النقط اللي هي بتطلع دي؟ دي عباره عن فقاعات هواء بتتعمل جوه بطن القرنيه بالضوء. يعني دي العمليه مثلا؟ بالظبط. دي عمليه الفنتوليزك ولا الفنتوليزك؟ دي الفنتوليزك. نرفع فيها قشره القرنيه بعد ما بقى فيه لاير كامله من فقاعات الهواء. حلو قوي. بعد كده يجي الليزر التفصيلي، او اللي احنا بنسميه ليزر البصمه. يصنفر سطح القرنيه، يعدل فيها قصر النظر والاستجماتيزم كل والشوائب البصريه. فتبقى جوده الرؤيه بتاعه المريض مش طبيعيه، لا ده في بعض الاحيان فوق الطبيعي. يعني بالنظاره يكون قبل العمليه 6 على 6، يجي بعد العمليه يا دكتور ده انا بقيت اشوف مسام الجلد بتاعتي كتير اسمعها. بقيت دلوقتي لما ابص في المرايه بقيت اشوف وشي اوضح من ما كنت لابس النظاره. لان عدينا مرحلة أكتر اللي هي الشوائب البصرية اللي مش ممكن تتعدل بالنظارة أو العدسات اللاصقة.
في الوضع ده. يعني كله دلوقتي بالعمليه الجديده اللي هي بصمه العين اللي هي تفصيل تصحيح الابصار بمعنى اصح. على حاجة. النتيجه واحده بالظبط. البدله دي ممكن تلاقي منها جاهز وممكن تلاقي منها تفصيل. طبعا. مين اللي بتبقى احلى؟ لو تفصيل يعني. انا هعملها على مقاسك بالظبط. بالظبط، لان كلنا في جسمنا بيبقى فيه ديفوهات شويه. الرقبه طويله، الكم مش عارف طويل، لكن لما بتبقى واخده يعني بصمه العين في تصحيح الابصار عملت ضجه كبيره جدا وعملت نجاح اكتر من طبعا. الاول يعني العمليه بتبقى ناجحه مع الكل، مع المعظم. حلو قوي. خلينا نقول حتى لو حصل لا قدر الله وما كانتش التصحيح كامل، سهل جدا جدا. القشره اللي احنا عملناها سهل جدا، ليزر اهو نرفع فيها القشره اللي احنا عملناها في الخط في العمليه الاولى ونزود الليزر الثاني. بعد 3 ل 4 شهور يرجع المريض ثاني 100%. طب قول لي يا دكتور، هو اي حد دلوقتي، كنا زمان بنسمع عن الناس اللي عامله لابسه اللي هو نظاره الكعب الكوبايه الحاجات الغريبه دي وبيبقى شكله غريب قوي وعينيه شكلها غريب ويقول اصل انا ماليش عمليه، اصل انا نظري ضعيف قوي، ده ينفع معايا بقى دلوقتي؟ بص يا ستي، يعني انا عندي مثلا مرضى ناقص 16 وناقص 15 كان دول صعب جدا احنا عليهم. طبعا. جت بعد كده في ال 10 سنين وال 15 سنه اللي فاتوا نزرع لهم عدسات. من الكلام اللي احنا قلناه في برشلونه، هو عمليه الفيمتو سمايل نوع تاني من غير الفيمتو ليزك. اوكي. من غير قطع بقى كمان القرنيه، خدش بسيط جدا في سطح القرنيه، يتم فيه سحب شريحه بسيطه من انسجه القرنيه، ويتم تصحيح لحد 12 درجه من قصر النظر. 12 درجه؟ بالظبط. دون الحاجه ان انا اعمل جراحه وازرع فيها. مش هيحتاج للنضاره بعد كده، ولا احنا كنا بنشوف العين قد كده والنضاره يعني بيبقى مخلي الواحد شكله وحش قوي. نفسي تحضري من العمليات، بالذات الناس اللي هم نظرهم ضعيف. عمليه بتاخد دقيقتين ونص. الساعه تديلي دقيقتين ونص في كل عين، والله بيبكوا من الفرحه بعدها. لانه وبيندموا. انا شفت ناس بتندم، انا ليه ما عملتش العمليه دي من زمان؟ كتير جدا بقى يحس ان انا هو ما كانش عايش، ما كانش في رؤيه، ما كانش عايش، كان عايش كده وخلاص. خلى الخوف هو اللي يخليه حاجز بين ان هو يقدم. بس معلش طبيعي، دي عين لازم يبقى. طب قول لنا بقى يا دكتور، في مؤتمر برشلونه احنا عارفين نتناقش فيه حاجات كتير قوي. ايه الجديد تاني يعني؟ عايزين حاجه كل تانيه. كان النهار عن السوبرا كور، وده احنا دايما كان عمليات برضه تصحيح الابصار كان يقول لك لحد سن ال 40 وبعد ال 40 حضرتك هتلبس نظاره، فكنا بنصلح بس النظاره ضعف النظر سواء قصر او طول او قصر مع انحراف، ويلبس نظارة القريب. حلو. سوبرا كور نوع من الفيمتو ليزك يصلح بقى للقريب والبعيد، فبقى 70-80% من اليوم يقدر المريض اللي هو كبير في السن 49-50-55 سنة يقدر يمارس حياته عادي خالص من غير ما يحتاج نظارة القراية. لا المعلومة دي بس مهمة نقف عندها تاني. يعني أنا كنت عارفة إن أنا ممكن أخلي مثلا البعيد يعني تشوف بعيد أو تشوف قريب، لكن اتنين مع بعض معقولة؟ بالظبط بالظبط. ده يعني ده خبر هايل. اتس بريك ثرو. سوبرا كور بقى شاب بيرجع شاب طبيعي بقى، عينيه طبيعية ومفيش مشاكل عنده. بس برضه لازم نقول حاجة زي ما أنا قلت، 70-80% يعني برضه في حاجات صغيره قوي، يعني ما تجيليش بقى بالروشته بتاعه الادويه اللي انت عارفه اللي هي البانفل اللي جوه. انا عايز اشوف ده. لا مش للدرجه دي، هنحتاج لها نظاره. لكن انا بتكلم مش ميكروسكوب يعني العين بتبقى الناس برضه بتبقى يعني طموحها اكتر، فاحنا بنقول 70-80% انت مش هتحتاج لا النظاره بتاعه البعيد ولا القريب. حاجات صغيره خالص بقى نطلع النظاره بتاعتنا بتاعه القرايه بس. برضه البعيد بتاعك ده كان بيبقى فاقد الامل. انت بتقول 12 يعني احنا بنسمع ماينس 2 و3 بالنسبه للفينتو سمايل ده. ده الفينتو سمايل ده انت النضاره بتاعتهم معظمهم بيبقوا لابسين عدسات لاصقه، ما يقدرش يلبس كعب كوبايه اللي عامله له الحز هنا حوالين وسواد تحت العين. وبقى لو بنت يعني طب في نهايه فقرتنا يا دكتور طمني، اجي اعمل تحاليل يعني لو حد جاي من بره لحضرتك بياخد وقت قد ايه؟ يعني احنا تقريبا بناخد الفحص ما بين ساعة لساعة وربع. حلو. بيتعمل فيها اشعة للقرنية ونطمن على قاع العين، نحط قطرة توسيع، نبص على العصب البصري، ايفالويشن كامل. العملية في قد ايه؟ لا العملية بتاخد بسيطة قوي، اقل نوع عملية بياخد له دقيقتين ونص اللي هي الفينتو سمايل، واكتر حاجة 15 دقيقة. انا بشكرك جدا يا دكتور، وكان نفسنا بجد، انا كان نفسي يا جماعة ان الفقرة دي تطول اكتر، وسعيدة ان انت بتجيب لنا كل الجديد. ومرة تانية الف حمد لله على السلامة من مؤتمر برشلونة. بنشكر الاستاذ الدكتور محمد حنتيرة، استاذ مساعد في قسم العيون جامعة ام القرى مكة المكرمة المملكة العربية السعودية. وانا كمان بشكركم، اشوفكم على خير ان شاء الله.